هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان دار السلام وجنة المأوى ومنزل قلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها